بص ثلاث حاجات سريعا، انا مش شايف ان الانتر عنده مشكله ومش شايف ان اليوفي عنده مشكله، هتكلم عليهم بس عايز اتكلم على نابولي بعدين نقول ميلان حاجه صغيره وبعدين نلم بقى القصه ماشي. بتاعت الدوري الايطالي. ماشي نابولي اوعى ونا بس بأدي حته لجوزيه مورينيو عشان ده حبيبي. مش هنسيب اس روما برضه في النص. لا بيلا روما دايما. نابولي اوعى تتخدع في لوتشيانو سباليتي. مشكله لوتشيانو سباليتي الازليه انه المدرب اللي بيعمل تطوير للمواهب، المدرب اللي بيجيب لعيب عنده بوتنشال انه يبقى نجم كبير ويخليه نجم كبير فعلا ويثقله المواهب، لكن دايما بيحصل له فلوب اوف ذا سيزون. هم دايما في ايطاليا عندهم نقطه انه سباليتي لازم يتصاب او يتوقف في شهر يناير بطل الشتاء، لانه دايما بيوصل متفوق جدا بفريقه ايا كان روما انتر نابولي، يوصل للنص الثاني من الموسم ويبدا السبحه تتفرط وتنزل كحبات الخرز. السنه دي في ميزه كبيره جدا عند نابولي، ان نابولي ما بقاش ال 13 لعيب. نابولي بقاله 3 سنين، حتى السنه اللي كان موسم 17 تقريبا اسر اللي كان بينافس اليوفي كوليبالي سجل هدف في نفسه في اخر لحظات، نابولي دايما 13 لعيب، ميرتنز انسينيا وماريك هامشيك مثلا، ويبقى قدامهم فيرويد وبعدين يتصاب منهم واحد ما يقدروش يعوضه، فيبدا الدوري قوي جدا، يدخل نص الموسم باداء مشرف، بعدين تبدا الاصابات وضغط المباريات والشتاء يجي واصابات العضليه تيجي سوء الحظ يجي. يعني مثلا اركاديوس ميليك نابولي قعد يحاول مع ميليك انه يخليه المهاجم الاساسي والبونتا الاساسيه لنابولي كتير، ثلاث سنين اربع سنين مش عارف يستفاد منه، من صليبي لصليبي لصليبي، الراجل جه مع اليوفي في اربع ماتشات جاب خمس اجوال، فهي بتبقى حظوظ. فدي النقطه اللي موجوده السنه دي، مفيش كده. السنه دي بقى فيه فيكتور اوزمن كراس حربه عظيم قوي جدا سريع جدا عنده لياقه بدنيه استثنائيه، وبعدين حصل هاك في الكوره بطريقه او باخرى، جابوا جاكومو راسبادوري وجابوا سيميوني، فبقى اللي حاصل ان مركز راس الحربه اوزمن يتصاب السنه اللي فاتت يروح بطوله افريقيا نابولي كلها تزعل. السنه دي اوزمن مصاب محدش حاسس بيه في ماتش الميلان اللي هو مواجهه القمه بتاعت الدوري، جاكومو راسبادوري سيميوني حسموا الموضوع صح. زائد الحاجه العجيبه جدا اللي يعني ما تعرفش طلعت منين، من اين لك هذا، خفيتشا كفارتسخيليا لعيب عنده قدره عجيبه. انا من ساعه ما كان كاكا في الدوري الايطالي، بص كان في مقوله بتتقال دايما في الدوري الايطالي ان كاكا هو اسرع كائن حي يركض بالكره، يعني كاكا لوحده هو بيجري كده مش سريع صح. لكن كاكا الكره تحت رجله مش هتعرف تجيبه وبالذات في ايطاليا مفيش الا اتنين جريوا بالكره في ايطاليا، اتنين ديجو ارماندو مارادونا ريكاردو كاكا، جري حر يا كريم، انا بقصد ان جري حر يعني، حتى رونالدو نازاريو دا ليما وشيفتشينكو والمهاجمين العظام ما كانش الستايل اللعب على قد ما كان المهاره او القدره في الفينش على المرمى صح. كفارتسخيليا بيرجع الايام دي تاني، عنده قدره قوه انفجاريه كبيره جدا، عنده بيلعب بكلتا القدمين، بيصنع لعب، بيتحرك، لياقه بدنيه عاليه. فنابولي السنه دي فريق مرشح جدا جدا انه يروح. ليه مباراه ليفربول خرجت بالشكل ده؟ لانه زي مثلا محمود اتكلم، ليفربول بيلعب دايما ضغط عالي وبيسيب مسافه حوالي 30 35 يارده ما بين اخر سنتر باك وحارس المرمى بتاعه. هي لما تسيب ده مع فيكتور اوزمن وتسيب ده مع كفارتسخيليا وتسيب ده مع هيرفينج لوتزانو وبوليتانو لعيبه راس مالها الجري في المساحات الفاضيه، طبيعي جدا الكاونتر اتاك جامد برضه يا محمود طبعا، زائد ان فيها هجمات مصيبه يعني. زائد ان في طريقه مشهوره جدا في ايطاليا سباليتي بيحب يلعب بيها جدا، بيقول لك جوكو الا ايطاليانا، جوكو الا ايطاليانا، العب بالطريقه الايطاليه. يعني العب بالطريقه الايطاليه، عارف الكلام البلدي، العب على قدك. ايوه انت لو عملت سيرش كتبت زونا ميستا هتلاقي ان الطريقه دي اتطورت في ايطاليا جدا من موسم 86 حتى من بعد ما برونو كونتي كاس العالم 82 مع زوف، وبعدين ابتدت الطريقه تتطور فبقى كل الطلاينه يلعب على قد امكانياته، عندك سرعه العب على سرعه، عندك كاونتر اتاكس العب على كاونتر اتاكس. فالموضوع بصراحه مع نابولي فرقه ممتعه جدا، فرقه جميله تحب انك تتفرج عليها، فاز على الميلان بطل الدوري في 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 سان سيرو في مباراه كانت قويه جدا، نابولي في صداره الدوري الايطالي، الدوري الايطالي العظيم اللي رجع تاني من اجمل المسابقات، لانه اتفرج على المركز من الاول لحد يمكن السابع فرق بونت او بونتين ما بين كل مركز. عاوز اخد حاجه على كفارتسخيليا بتاع نابولي ده، عارف كريم ده جاي اصل اسمه رخم جدا، فبقول بقولك ايه، احنا لما هنخش في اللعبه ان شاء الله اول لعبه معانا النهارده هتقولها 10 مرات برافو عليك، اللي هيقولها 10 مرات هيكسب كده كده محمود، يعني مبروك بكسب فنلعب احنا مع بعض. انا عاوز اتكلم على قيمه التسويقيه بتاعت جاي ب 10 مليون من الدوري الجورجي، وانا اللي مستغرب برضو البوتنشال جاي من روسي، جاي من روسي سوري من الدوري الروسي، انا كلمة كان ان هو لعيب جورجي جاي بالرقم ده وبياخد كام في السنه؟ بياخد مليون 200 او ده قرار الحرب ما كانش عقده اتلغى،
والله. هو طبعا هو بقى فري ايجنت لان بياخد كام بقى في السنه مثلا؟ مليون 200 مليون 400. انا شفتها ترانسفير ماركت مليون 200 او مليون 400 يعني مش يعني هنقارن يعني الارقام اللي تدفع في مصر. ده اللي انا بكلمك عليه. انت متخيل لعيب ممكن لعيب التوب في الدوري المصري بدون ذكر اسامي او اثنين لعيبه في الاهلي والزمالك بياخدوا زي الراجل ده وبيلعب في الدوري الايطالي ومكسر الدنيا وعنده زي ما محمود بيقول لك عنده بوتنشال وعنده. والغريب ان هو ما لعبش في تنافسيه كبيره قوي ان هو ينزل في الدوري الايطالي بالقوه دي ويلعب قدام ليفربول بالطريقه دي. صفقه اول نقطه اعتراضيه انا عارف ان هي بهبط بيها الحوار وانا عارف ان الحاجات دي بتبقى دمها تقيل في وسط الحوار جد وحلو زي ده. بس مثلا احنا لو عندنا نادي في مصر هتفاوض مع اللاعب زي دوت في مصر كل الاعلام وانا كمان معاه هقول رايحين نجيبوا لعيب من جورجيا يعني يا جماعه برده خلي عليكم برده فين اللعيبه بتاعت غانا وفين اللعيبه بتاعت